إليكم الآن موجز التاسعة صباحا يأتيكم من التلفزيون المصري. يتفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المناطق المتضررة من جراء السيول في محافظة أسوان، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حيث يتابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين الكرام بتلك المناطق، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة. أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوصية العلاقات المصرية البحرينية والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين البلدين الشقيقين، جاء ذلك خلال استقبال سيادتها الشيخة خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة الاستعداد لعقد اللجنة المشتركة في الربع الأول من عام 2022، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوافق على تعزيز التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة بشأن مواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية، بما في ذلك المحاور التي تم إنشاؤها مؤخرا للربط بين مناطق شرق وغرب الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى. وخلال الاجتماع تم استعراض مجموعة الكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري التي حققت الربط بين القاهرة الجديدة وتجمعاتها السكنية المختلفة، كما تم استعراض عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، حيث وجه الرئيس السيسي بالعمل على أن يتم تطوير المنطقة بشكل متكامل. كذلك تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن سير العمل بشبكة الطرق والمحاور داخل العاصمة الإدارية، حيث وجه الرئيس بتطبيق أرقى التصميمات الهندسية وأكبر توسعة ممكنة لجميع المداخل المؤدية إليها من كل الاتجاهات. تنطلق مساء اليوم احتفالية الأقصر تعود من جديد، الخاصة بإعادة إحياء طريق الكباش الذي يربط معبدي الأقصر والكرنك، وأعدت وزارة السياحة والآثار احتفالية ضخمة بهذه المناسبة استكمالا للاحتفالية العالمية التي شهدتها القاهرة في شهر أبريل الماضي أثناء موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة. كما أنهت محافظة الأقصر أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع أو الميادين بها، وترميم صالة الأعمدة بمعبد الكرنك، وترميم قاعة 14 عمودا بمعبد الأقصر لتتزامن مع تلك الاحتفالية الضخمة. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والسكان استقبال مصر 3,688,500 جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، ذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا. وأشار الوزير إلى أن شحنات اللقاحات شملت 2,388,500 جرعة من إنتاج شركة أسترازينيكا عبر آلية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى 1,300,000 جرعة من إنتاج شركة جونسون أند جونسون مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر آلية كوفاكس أيضا. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة، كما أعلنت خروج 239 متعافية من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافي من الفيروس إلى 293,613 حالة. في الخرطوم أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش في 21 من الشهر الجاري والذي ألغى قرار إعفائه من منصبه يعد خطوة مهمة نحو استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي بالسودان. من جهة أخرى أصدر حمدوك قرارا بإيقاف الإعفاءات والتعيينات بالوحدات الحكومية كافة، وذلك إلى حين إشعار آخر. وذكر مجلس الوزراء السوداني أن حمدوك وجه أيضا بإخضاع جميع التعيينات والإعفاءات التي أجريت أثناء احتجازه في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة. دعت الحكومة البريطانية مواطنيها لمغادرة إثيوبيا بشكل فوري وسط احتدام المعارك بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيجري، ذلك أسوى بدعوات مماثلة أطلقتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام رسمية إثيوبية أن رئيس الوزراء أبي أحمد قد وصل لجبهة القتال لإدارة جهود الحرب ضد مقاتلي جبهة تيجري
من الخطوط الأمامية. وأوضحت المصادر الإعلامية أن أبي أحمد قد سلم مهام منصبه لنائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين الذي يتولى إدارة شؤون الدولة في غيابه. من التلفزيون المصري قدمنا لحضراتكم موجز أخبار التاسعة صباحا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.